ترافيس متيابة خلاص بقى جمال متيابة، نطق الشهادتين ووحد بالله وآمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام. تعالوا معانا نتعرف على كواليس إعلان ترافيس متيابة إسلامه، ومين كان أول المهنئين، ومين اللي كان دافع ليه علشان يعتنق الإسلام. ترافيس متيابة سابقا واللي دلوقتي بقى خلاص جمال متيابة أعلن أنه أسلم القلب والوجه لله تعالى، وشهد بأن لا إله إلا الله، وشهد بأن محمدا رسول الله، وخلاص هيقيم الصلاة ويصوم رمضان ويؤتي الزكاة ويحج البيت متى ما استطاع وسنحت له الظروف، وكمان هيضحي في العيد الكبير ويلبس الجلابية البيضة يوم الجمعة، ويستنى المسحراتي في رمضان علشان يتسحر قبل ما يصوم، وهيقرأ القرآن. اللاعب الأوغندي صاحب 18 سنة احتفى بيه جمهور الزمالك، والتكبيرات ملت مواقع السوشيال ميديا احتفالا بدخول متيابة الإسلام، ومع التكبيرات كان في كتير من الدعاء ليه ان ربنا يثبته على الإسلام. كمان كان في تعليقات على حسن اختيار الاسم، وقالوا كويس انه بقى اسمه جمال، ويا رب يبقى زي جمال موسيالا نجم منتخب ألمانيا واللعيب قوي. خبر دخول متيابة الإسلام أعلنه زميله في الفريق اللاعب محمد أشرف رؤى، واللي كتب على الإنستجرام: مرحبا بك في الإسلام يا أخي جمال. كمان لاعب الزمالك التونسي حمزة المثلوثي نشر صورة ليه هو ومتيابة على تويتر، وقال: مرحبا بك يا أخي المسلم، مرحبا بك في الإسلام يا أخي. متيابة اللي ساب بلده أوغندا كان جاي مصر علشان يلعب في الزمالك بعقد مدته 4 مواسم، وكان جاي في انتقالات يناير، بس الظاهر بعد 6 شهور قضاها في مصر قلبه رق وربنا هداه وشرح صدره للإسلام واطمأن بالله وآمن بدينه دون ذرة شك، ويا رب ربنا يكتب لي السعادة في الدنيا والآخرة. صفقة متيابة كلفت النادي 203,000 يورو، بس مين عارف، والله أعلم، يمكن المسؤولين اللي دفعوا الفلوس واتدخلوا عشان متيابة يجي مصر ربنا يكتب ليهم حسنات قد الفلوس دي 10 مرات. وفي أحاديث كتيرة بتأكد على ثواب من يهدي شخص إلى الإسلام، زي حديث: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.